السلام عليكم، اهلا بكم النهارده في الايجي بلازما توكس. الايجي بلازما توكس هو سيمينار نصف شهري بنناقش فيه موضوعات مختلفه عن البلازما واي شيء له علاقه بالبلازما. بعض السيشنز بتكون بالعربي وبعض السيشنز بتكون باللغه الانجليزيه، ومهتم ان هو يجي له ابديتس دايما يروح لل ويب سايت اللي هو egplasma.com/talks. وده تاني سيمينار، وان شاء الله هو هيكون معانا الباشمهندس ايمن حماده. هو خريج قسم الهندسه النوويه والاشعاع من جامعه اسكندريه، وهيتكلم معانا النهارده عن how to apply for the European Master of Nuclear Fusion Program. ده برنامج ماجستير بمنحه من الاراسموس موندوس في علم النيوكلير فيوجن والبلازما فيزيكس. وهو الحمد لله اتقبل في البرنامج ده، وان شاء الله يبدا دراسته في سبتمبر القادم في جامعه كارلوس تيرسيرو مدريد في اسبانيا. واي حد عنده اسئله ممكن خلال البرزنتيشن يحطها في الشات، او ممكن يستنى لاخر البرزنتيشن ويريز هاند ويسال السؤال لباشمهندس ايمن. وماشي ماشي، اتفضل يا ايمن. ماشي، بسم الله. في الأول أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي أيمن حمادة، اتخرجت سنة 2020 من جامعة اسكندرية قسم هندسة نووية وإشعاعية. يعني دخلت الجيش، خلصت الجيش، قدمت على برنامج الماجستير، والحمد لله يعني اتقبلت. وطبعا زي ما أنتم عارفين اللي منظم الليلة دي كلها والسمينار دوت دكتور محمد عزت والايجي بلازما توك. انا هتكلم النهارده عن ايه؟ في الاول يعني هتكلم عن ايه هو الاراسموس ماندس، وبعد كده هتكلم عن المفوضيه الاوروبيه للثقافه والتعليم ديت المسؤوله عن الفند الاراسموس، وبعد كده هتكلم عن البروجرام اللي انتم مجمعين ان شاء الله النهارده علشان اللي هو الفيوجن اي بي، وهنحاول نشوف ازاي تقدر تقدم للفيوجن اي بي وكده. ماشي. في الأول الإراسموس ماندس، الإراسموس هو عبارة عن برنامج تابع للاتحاد الأوروبي، هو برنامج تابع للاتحاد الأوروبي متخصص فيه عن التعليم للطلبة والشباب. طيب مين بيموله؟ اللي بيموله هو المفوضية الأوروبية للثقافة والتعليم. إيه هي المفوضية؟ الفوضية دي بتبقى مسؤولة عن إن هي بتبقى مسؤولة عن الجزء المالي أو الفند اللي بتديه للإراسموس ماندس علشان تقدر تدعم البرامج اللي الإراسموس بتدعمها. الإراسموس بيدعم يجي تقريبا 163 برنامج في مجالات كتير مختلفة. طيب إيه هي المجالات؟ بكل بساطة ممكن نخش على اللينك دوت نشوف المجالات اللي هو بيدعمها. بكل بساطه لو شرط حتى تكون ليك علاقه بالبلازما او غيره، لان الاراسموس بيدعم حاجات كتير وتخصصات كتير زي ما قلت 163 برنامج في مختلف المجالات. بكل بساطه انت عايز تشوف منحه الماجستير المناسبه ليك على حسب تخصصك، خش على الفيلد ستادي، اختار التخصص اللي انت عايزه اللي هو المناسب ليك. يعني مثلا بالنسبه لنا هيبقى اللي هو واضغط سيرش. في 16 برنامج في تبع الفيزيكس الاراسموس ماندس بينظمه، وعلى حسب كل برنامج بيبقى مذكور هنا البلدان اللي موجوده تبع الاتحاد الاوروبي اللي فيها الجامعات اللي انت هتبقى موجود فيها. ولو انت عايز تخش على كل منحه اضغط على اللينك بتاع كل منحه، ويخش اقرا عن الحاجات الكتير المختلفه اللي جوه المنحه، وشوف بقى المنحه فيها ايه والمتطلبات بتاعتها وهتاخد ايه بالظبط وايه الجامعات. يعني مثلا لو نزلنا تحت شويه هتلاقي فيها ايه الفيوجن اي بي، ده اللي هتكلم عنه النهارده ان شاء الله. وفي برضو يعني منحه تانية للنيوكلير فيزيكس بالنسبه للناس اللي من قسم هندسه نوويه واشعاعيه جامعه اسكندريه،
في برضو دوت منحة تانية، برنامج تاني عن النيوكلير فيزيكس. يعني احنا لو دخلنا هنا هنلاقي ان احنا دخلنا على طول في الفيوجن اي بي، اللي هي البرنامج اللي هنتكلم عنه النهارده، هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. طيب ايه هو الفيوجن اي بي؟ الفيوجن اي بي دوت اتعمل سنه 2000، بدا يتعمل سنه 2006، معمول للمهندسين وخريجين كليه علوم للمتخصصين اكتر في اللي عايزين يتخصصوا في الفيوجن وفي الفيوجن والبلازما. في الاول هي بتبقى اول هي بتبقى سنتين، المنحه ديت سنتين، اول سنه كل سنه بتبقى في جامعه، وبعد كده تاني سنه بيبقى فيها زي ما تقول ايه تخصصين، يعني في التخصصين هما بيبقوا فيوجن ساينس وفيوجن تكنولوجي، اللي هو ايه يعني مثلا الفيوجن ساينس بقى متخصص اكتر في البلازما والكونفاينمنت، الفيوجن تكنولوجي الملحقات الحاجات اللي بتبقى مكمله او الملحقه بالفيوجن رياكتور، مثلا زي الماتيريال ثيرمال هيدروليكس نيوترونكس، الحاجات دي بتبقى مش البلازما ولكن الحاجات اللي ليها علاقه بالفيوجن رياكتور. فده بيبقى في من تاني سنه بيبقى فيه التخصصين دول واضحين، بيبقى فيه فرق ما بين الاثنين، وكل سنه بتبقى في بلد اوروبيه في جامعه مختلف عن السنه اللي انت فيها، يعني تاني سنه غير اول سنه. وبيبقى في برضه تدريبات صيف تبع منحه الماجستير اللي هي فيوجن اي بي ديت، بتبقى تبع متغطيه تبع المنحه نفسها، يعني المنحه نفسها بتبقى عامله في الصيف تدريبات لازم تروحها، يعني ديت مش حاجه اختياري، لا انت التدريبات ديت انت بيبقى في تدريبين في كل سنه تقريبا، وانت بتروح التدريب دوت بيبقى على حساب المنحه. وطبعا بعد ما بتخلص السنتين ان شاء الله بيبقى في مناقشه مشروع الماجستير. مناقشه مشروع الماجستير ممكن تبدا فيه من بدايه تاني سنه اللي هو من سمستر 3، او ممكن من اخر ترم سمستر 4. طيب احنا برضو لو دخلنا هنا عن منحه، مش اكتر هي المنحه كاتبين ايه وفيها كده، نشوف البرامج والكورسات اللي هي مثلا بتديها. هم عاملين حتى يعني الفكره ان الموقع كويس ومنظم، بحيث يعني ما فيش فيه حاجه مبهمه او حاجه صعبه. يعني مثلا اول سنه لو دخلنا على اللينك بتاعهم بيبقى كاتبين جوه كل واحده ايه المواد تبع كل سنه وكل جامعه. يعني مثلا في اول سنه المواد بتبقى اكس مارسيليا في فرنسا، و كومبليتنسي في مدريد، وكارلوس الثالث في مدريد، وفي جامعه جنت ويو لورين في فرنسا، وشتوتغارت في المانيا. وكل جامعه من دول احنا قلنا ان كل برنامج له البلدان اللي بتدعمه، اللي بيبقى فيها الجامعات اللي ليها اللي فيها البرنامج دوت. فبالنسبه للبرنامج بتاعنا كان في البلدان اللي موجود فيها البرنامج فرنسا واسبانيا وبلجيكا والمانيا، يعني بس ما نكونش نسيت بلد. وديت كل جامعه بتبقى كاتبه في انهي سنه المواد اللي هي بتديها بالساعات بتاعتها. وطبعا زي ما قلت في التدريب في حاجه اسمها الكتف كورسز. الكتف كورسز دوت انت في اول سنه ديت في كل المواد اللي انت هتاخدها، وبتبقى مثلا انت في الجامعه ديت الكتف كورسز انت هتاخد كورسات بما يعادل 12 ساعه من المواد اللي بتبقى موجوده في سنه تانية. يعني مثلا اللي هيروح تاني سنه اللي هيروح تاني سنه في اسبانيا هيختار مواد بما يعادل 12 ساعه من المواد ديت بتاعت تاني سنه الموجودة في اسبانيا. يعني هو مثلا سنه اولى في اسبانيا هياخد كل المواد دي، وفي سنه تانية والمواد الاختياريه هيقدر يختار من المواد المعروضه قدامه للسنه التانية. ولو لاحظتوا ان الفيوجن تكنولوجي تراك وفيوجن ساينس، في بعض الجامعات موجوده في الفيوجن ساينس ومش موجوده في الفيوجن تكنولوجي والعكس برضه. يعني هنا جامعة تورين في فرنسا مش موجودة في الفيوجن تكنولوجي و في يعني هتلاقي في مكانها جامعة، يعني هنا مثلا في الفيوجن ساينس في
في جامعة لوري موجودة، مش موجودة جامعة سي تي يو. وفي وبالنسبة لبلجيكا، بلجيكا تاني سنة بس مش موجودة أول سنة. طيب نشوف برضو السامر ايفنتس، يعني هما كاتبين اخر اخر ايفنت اللي هو كان شغال لسه خلصان امبارح، كان في اكس مارسيليا، كان الشباب اللي خلصوا سنه اولى كانوا راحوا جامعه اكس مارسيليا بياخدوا تدريب هناك. وفي الجوينت اكسبيرمنت، يعني ديت حتى هما حاسبينها ان هي ماده بست ساعات تبقى موجوده في براجو. يعني ان هم بيعملوا زي تدريب ومحاكاه، ان هم مثلا يشغلوا المفاعل، ياخدوا تدريب على المفاعل، تحلل البيانات اللي طالعه لك وانت مثلا قاعد جوه مفاعل، البيانات شكلها عامله ازاي، ازاي تحلل البيانات، ازاي تتعامل معاها. فحتى البرنامج بالمواد دي التدريبات قويه، يعني هي من البرامج كويسه جدا. هنا لو عايزين بقى تخشوا وتدوروا اكتر مع لوحديكم، يعني بعدين التدريبات لتاني سنه والاول سنه، الشباب في تاني سنه هيروحوا تدريب بعد ما يخلصوا تدريب اللي هو الام 2، دول طلبه تاني سنه. بعد ما يخلصوا تاني سنه ان شاء الله في تدريب اسبوعين بيبقى موجود في ايتر. الشباب بتوع اول سنه بيبقوا موجودين، بيروحوا ايه، بيروحوا معاهم برضو بس بيبقوا موجودين في اخر يومين، بحيث ان هم يقابلوا الطلبه، طلبه اول سنه يقابلوا طلبه ثاني سنه، بحيث يشوفوا مثلا يشوفوا انهي جامعه مثلا يروحها في ثاني سنه تكون افضل له، لان الجامعات بيبقى فيها اختلاف، مش كل الجامعات بتدي نفس يعني زي ما انتوا عارفين كل جامعه بيبقى ليها التوجه بتاعها، ليها المسار اللي هي ماشيه فيه مختلف شويه. يعني مثلا بلجيكا مهتمه التخصص بتاعها اللي هو الثيوريتيكال اكتر، مهتمين بجزء الثيوريتيكال، فلو واحد مثلا مش عايز ثيوريتيكال او واحد عايز ثيوريتيكال، فهم بحيث انك انت تناقش مع الطلبه اللي هم بالفعل خدوا التجربه دي وتشوفهم متقابلهم في الاخر وهم بيناقشوا الثيسس بتاعتهم. وديت حتى شرح مفصل للمطلوب من الطلبه في تاني سنه والطلبه في اول سنه، التدريبات اللي هيعملوها وكده، وحتى بالمواعيد بتاعتهم. وبعد كده مثلا عم بيتكلموا مثلا على التنقلات وكده، المنحة البرنامج دوت هيشمل تنقلات ايه، ايه المتاح وكده، كاتبين كل الجامعات الموجودة اللي هي الأساسية اللي قلت لكم عليها. وفي برضو خلينا برضو يعني هي قدام سابق شوية، بس مثلا لو المصاريف، المصاريف هم بيكفلوا بالتنقلات بتاعة التدريب والإقامة بتاعة التدريب. يعني مثلا لو مثلا التنقلات مثلا لو دخلنا في جزء المصاريف، نلاقي إن هم إيه بيدعموا 15 طالب لمدة السنتين. يعني المنحة بتاعة الإراسموس، يعني إنك أنت تكون اتقبلت في الفيوجن إي بي بروجرام دي حاجة، وان انت تاخد المنحه بتاعه الاراسموس ماندس دي حاجه تانية. فالاراسموس بيدعم 15 طالب لمده السنتين بالمنحه. طيب لو مثلا ما معكش فلوس، لو الاراسموس مش لو الاراسموس مش هتدعم بالمنحه ديت، يبقى انت مضطر لو انت موافق وناوي تروح هتبقى تدفع المصاريف على حسابك. فهم حتى هنا مفصلين، لو انت مثلا من الاتحاد الاوروبي المصاريف هتبقى اقل، لو انت طالب بره الاتحاد الاوروبي فهتبقى المصاريف تقريبا 9000 يورو في السنه، ففي السنتين تبقى 18000 يورو. هم حتى هنا كاتبين انك الفلوس اللي انت محتاجها في الشهر عشان المعيشه اقل حاجه 750 يورو في الشهر. ف يعني اللي هو كاتبين اللي هو ايه كان سرفايف، اللي هو مجرد يا دوب على القد، مش هتعرف تحوش فيهم اي حاجه ويا دوب تعيش يعني كويس. فلو انت مثلا دفعت لو انت مثلا هتسافر على حسابك ودفعت 9000 يورو في السنه، التنقل للتدريب في كل سنه ده بيبقى على حسابهم والسكن. في بعض الحاجات مش شرط ان هم اللي يدفعوا لك مسبقا، ممكن انت تدفع وبعد كده هم يردوا لك الفلوس في كتير من الاحيان.
زائد التأمين برضو، التأمين الصحي بيبقى على حسابهم. يعني مثلا في التأمين كان من الشروط عشان اخد الفيزا واسافر ان شاء الله في شهر 8 لازم التأمين. وحتى هم نفسهم المنظمين والدكاترة لما كلموني على الايميل وقالوا لي خش احجز في التأمين الصحي ده، لما حجزت دفعت انا الفلوس، ولما سافر هم هيردوا لي الفلوس تاني ان شاء الله. يعني مثلا هم بيدعموا 15 طالب من تقريبا في حدود 25 طالب 26 طالب. طيب انك انت مثلا علشان تبدا تقدم، فاول حاجه فيها الستارتنج، هم قالوا حاجه جميله ازاي مثلا تعرف اذا كان البرنامج ده مناسب ليك او لا. فاللي هو بيسالك سؤال في الاول كده، انت يعني خدت مواد شغال في الفيزيكس ماس لاب، لو انت قلت لو ثلاثه من دول من الاربعه دول ايوه يبقى مثلا كمل فعلا البرنامج ده ليك. خدت كوانتم ميكانكس كوانتم فيزيكس، خدت ستاتيكال فيزيكس ثيرموداينامكس الكتروماجنتيزم، خدت الكورسات ديت في الجامعه ولا لا، هل انت يعني في الجامعه اللي في التخصص اللي انت فيه الجامعه بتاعتك خدت فيها الكورسات دي ولا لا، اذا انت كنت مهتم، اذا ايوه اذا انت بقى هل مهتم بالفيزياء، هل مهتم بالبلازما، بلازما فيزيكس نيوكلير فيوجن، سمعت عن ايتر توكاماك اكسلريتور، شفت ازاي مثلا المكونات بتاعتهم بيشتغلوا ازاي. بيقول لك لو 90% من كل اللي فات ايوه يبقى البرنامج دوت مناسب ليك وممكن تقدم. فبكل بساطه نضغط كونتينيو. طيب ايه هي الحاجات، طيب انت بقى عشان تقدم، هو غالبا البرنامج دراسه الماجستير بتبدا في شهر 9. طيب التقديم ليها بيبدا امتى؟ من 15/11 لحد 31/1، يعني ساعات بيبقوا من 1/11 هنشوف برضو بتاع كل السنين اللي فاتت، وساعات يخلوها النص واحد، يعني بتختلف من سنه للتانيه. بس يعني المده مش وحشه، بل هي كويسه، يعني خصوصا ان هي كمان في نص 11. يعني في اغلب الجامعات لو انت مثلا تقدم في برامج تانية او جامعات تانية سواء بي اتش دي او ماستر، في بي اتش لو انت مثلا ناوي تقدم على بي اتش دي على طول في امريكا مثلا، التقديمات بتبدا في 9 وبتخلص في نهايه 12، ممكن نص واحد، ده المتاخر منهم كمان نص واحد. فالفكره ان هنا برضو التقديم بيبقى من نص 11 لحد اخر واحد. طيب انت دلوقتي هتقدم في 9، هتقدم في معلش هتقدم في 11 مثلا، يعني هتقدم في 12 نص 12 اتقبلت، هتسافر امتى؟ في 9 اللي هو السنه اللي بعديها. يعني انت لو هتقدم السنه دي في 11 اللي جاي، فانت هتسافر 9/2023. طيب قدمت وكل حاجه وانت خلاص نويت ان انت تقدم، ايه الحاجه، ايه الورق اللي انت اصلا محتاجه علشان ترفعه للتقديم عشان الابلكيشن بتاعك تكون اكتملت؟ شهاده التخرج وبيان درجات بكل المواد اللي انت اخذتها في الكليه بالدرجات بتاعتها، ويكون الباسبور بتاعك ساري، هو كنا كاتبين لحد، هو هنا كاتبين ايه لحد 12 شهر بعد ما توصل، يعني ممكن اللي هو ايه اول سنه يكون باسبورك ساري الاول سنه. بس مثلا في بس انا ما انصحش بده، انا انصح يكون الباسبور ساري لمده السنتين، يمكن بعديها كمان بكذا شهر. لسبب، لان في اما جيت اقدم برضو في الفيزا السفاره الاسبانيه كانوا في الورق المطلوب ليهم اللي هو لو الفيزا بتاعتك ساريه بس الباسبور انتهى في نص المده، فالفيزا هي كمان هتكون انتهت. يعني في بعض البلدان يقول لك الباسبورك صلاحيته انتهت بس الفيزا لسه مستمره، عادي طلع الباسبور الجديد واثبت الفيزا على الباسبور الجديد بكل بساطه. في بعض البلدان يقول لك لا، حتى لو الفيزا ساريه الباسبور اول ما ينتهي هتكون الفيزا برضو انتهت معاها، اللي هو انت هتخش في دوامه ورق واجراءات من تاني يعني. فانا انصح ان يكون الباسبور مكمل لحد المده كلها. فهو كاتبين هنا فاينانشال سبورت، سواء اذا كانت بالمنحه او انت هتدفع الفلوس،
وانترناشونال لانجوج تيست. طيب نشوف هما عايزين مثلا ايه في اللانجوج تيست، عندهم التويفل والايلتس وكامبريدج. فهما هنا كاتبين ان هو ايه مش عايزين، هو هما ريكومند ان يكون لو مثلا، لو مثلا انت هتاخد ايلتس هما ريكومند ان يكون السكور بتاعك 7، ويكون كل واحد الايلتس 4 اجزاء، يكون كل جزء ما يقلش عن 6. بس هما هنا كاتبين انه السكور بتاعك اللي هو مش زي الجامعات الامريكيه فيه مينيمم، لو عديته خلاص انت كده كده اترفضت بغض النظر يعني ايه اللي بعد كده. هنا هما، هنا هما ما عندهمش ده. هو هنا بيقول لك احنا عايزين تكون خدت الاختبار وتشوف الدرجه بتاعتك، بحيث هما يكونوا اوير بمستواك في الانجليزي، الدنيا بتاعتك شكلها عامله ازاي. بس هما ما عندهمش مينيمم سكور، يعني هو لو جبت اقل من كذا لا انت خلاص اترفضت. هما ما عندهمش ده، وخصوصا يعني حتى تعالى فكر فيها، الدول البلدان نفسها دراسة بالإنجليزي، ولكن البلدان في التعامل مع الناس مش بالإنجليزي. فاللي هو هم طبعا هتلاقي البروفيسورز الإنجليزي بتاعهم كويس وكل حاجة، تعرف تتعامل معاهم بالإنجليزي، بس هم اللغة الأساسية بتاعتهم بالإنجليزي. فأنا أظن يعني ده مجرد توقع من عندي إن عشان كده مش حاطين المينيمم. وطبعا السي في بالإنجليزي، وعندهم حاجتين اللي هو ريكومند بس مش شرط، لو عندك شهاده ان انت خدت سمر سكول، خدت تدريب صيفي في اي في اي مكان تبع الفيزيكس الانرجي بلازما، ده يكون شيء كويس. معاك شهادات انك انت بتعرف تتكلم لغات تانية موجوده في الاتحاد الاوروبي، ده شيء، ده برضه يكون شيء كويس. يعني تكون مجهز، يعني في الاغلب تكون مجهز شهاده التخرج، بيان الدرجات، صوره الباسبور، وامتحان الانجليزي. وبرضو عندهم لو تكون واخد جي ار اي فيزيكس يكون كويس. جي ار اي فيزيكس، انا عن نفسي انا ما خدتش الجي ار اي فيزيكس، انا خدت الجنرال، خدت جي ار اي جنرال. وحتى قلت له لما جيت ارفع في الابلكيشن قلت ان انا مش معايا الفيزيكس، انا معايا واخد جي ار اي جنرال، ورفعت لهم الدرجات بتاعته. طيب ازاي تاد؟ انت مجرد ما تضغط هنا هتبدأ الصفحة بتاعت الابليكيشنز فتحت معاك، هي دي الصفحة بتاعت الابليكيشن. انا مش عايز نسبة ونخش فيها دلوقتي، نكون خلصنا وشفنا كل اللي هم كاتبينه في الصفحة بتاعتهم. تعال نشوف مثلا بتاعت الدفع وكده المصاريف، هو يعني هنا كاتبين لو انت تبع الدول بتاعت اللي هو الاتحاد الاوروبي، نرويج، ايسلند، مش عارف اقرا الاسم الدوله ديت، نورث مقدونيا، تركيا، صربيا، تقريبا 4,500 يورو في السنه. بس انا اظن ان لو واحد تبع الاتحاد الاوروبي اظنها وصلت دلوقتي ل7، بس الناس اللي هم مش تبع الاتحاد الاوروبي هيضطروا يدفعوا 9,000 يورو في السنه، اللي هو يعني 18,000 يورو في السنة في السنتين. اللي هو هما كاتبين حتى زي ما قلت قبل كده شاملة التنقل والسكن بتاع اللي هو ايه التدريب الصيفي والتدريبين اللي موجودين في الشتاء اللي هو اللي في براجو واللي في ايطاليا. طيب بالنسبة للإقامة، هو هنا بيقول لك لو انت عايز تقدم على السكن الجامعي بتاع كل جامعه، انت مثلا اول سنه، انا مثلا انا اول سنه ليا في اسبانيا، فاللي هو جامعه كارلوس الثالث في مدريد وكومبليتنسي في مدريد، لو عايز اخش مثلا اشوف السكن الطلابي بتاعهم بحيث احجز فيه وكده، فهم يعني الصفحه متاحه دوت لو عاوز تشوف الدنيا انت حتى من قبل لما تتقبل، من قبل لما تقدم عايز تشوف السكن الطلابي شكله عامل ازاي، تشوف الدنيا عامله ازاي. وهنا بيوضح حتى الاجراءات، اول ما توصل المفروض تعمل ايه، تروح الجامعه علشان تخلص الاجراءات ان انت وصلت. اهم حاجه تكون وصلت مع بدايه الدراسه او يمكن قبلها بيومين او اسبوع او حاجه، بحيث تثبت انك انت بقيت موجود في البلد وخلاص الدراسه موجود، عشان الدراسه ان التاخير بيبقى فيه مشاكل. واول ما توصل هتعمل حساب البنك عشان يحطوا لك، لو انت مثلا اخدت منحه هيحطوا لك في الفلوس، يشوف الدنيا فيها ايه، كل الاجراءات، الورق بقى انك انت اتثبت في الجامعه وخلاص اثبت الحضور وكل الحاجات ديت.
وديت شوية حاجات لو عندك مثلا شكوى أو كده، وديت عن التأمين الطبي اللي أنا كنت كلمتك عنه. التأمين الطبي بتاعهم اسمه مارش، فدوت يعني أنا في رأيي ما تشغلوش بالكم بموضوع التأمين الطبي دوت دلوقتي والحاجات ديت. يعني أنا عن نفسي ما كنتش مركز قوي بموضوع التأمين دوت لحد بعد ما اتقابلت وكده. بعديها بمدة أسبوعين ولا حاجة كلموني قالوا لي خش املى التأمين الطبي دوت، لازم يكون معاك. فاللي هو اللي هيتقبل ويدخل في الإجراءات وكده التأمين الطبي، يعني هم هيتواصلوا معاك وكده يعني. فيعني أنا في رأيي ما تشغلوش بالكم بالحاجات دي دلوقتي. وهنا بيقول لك طريقة الاختيار بتاعتهم، هو هنا بيقول إن اللي هو ايه، عايزين يحطوا زي المينيموم لكل حاجه، انك مثلا الدرجه في التخرج، درجه التخرج بتاعتك في السنين بتاعت الكليه. هو عندهم مثلا في جامعات 3 سنين، ده مش موجود عندنا في مصر. عندنا لو انت كليه علوم فهم 4، لو انت هندسه يبقوا 5، بس عادي يعني. يكون عدد الساعات بتاعتهم ما يعادل 180 ساعه المواد، وكاتبين بقى اللي هو ايه انك مثلا تكون جايب كذا، تكون السكور بتاعك مش قليل كده يعني. هو حاطين كل حاجة. برضه الكورسات اللي هو سألوك عليها في الأول، اللي هو الكوانتم ميكانكس، فيزيكس، ثيرموداينامكس، الكترومغنتيزم، اللي هو يكون عندك ايه مينيمم نولج عن المواد ديت. زي ما قلت لك هما في الاول سالوا، حطوا سؤال اللي هو انت تعرف المواد دي ولا لا، فلو ايوه كمل وخش شوف الدنيا شكلها عامله ازاي. ما كملتش لا، غالبا اللي هو بيقول لك ايه يعني بنسبه اكبر مش هيكون مناسب ليك البرنامج. مين في سؤال ولا تمام؟ طيب وحتى زي ما قلت لكم اللانجوج ريكويرمنت حاطين لو التوفل 94 مينيموم، الايلتس 7. بس زي ما قلت لكم الارقام ديت مش حاجه قاطعه فاصله، زي مثلا لو انت بتقدم بي اتش دي في امريكا، لا عندهم مش كده يعني. انا مثلا الايلتس ما كانش احسن حاجه، كنت جايب فيه 5، انا كنت امتحنت وانا في الجيش يعني، فكانت الدنيا مش متظبطه قوي، بس مشيت الحمد لله واتقبلت. وهي برضو عشان يعني مش شطاره مني ولا ان انا كده، ده يعني كله من عند توفيق ربنا. اول حاجه طبعا، اخر حاجه الفكره، انك برضو الفكره ان انت هما بيقيموا، هما بيبقى عندهم ايه وجهه النظر بتاعتهم. انت جايب كذا في الدراسه، كنت الدرجه بتاعتك كانت كذا، وانت المواد دي اللي هم اتكلموا عنها انت عارفها كويس، وخدت تدريبات وخدت ونزلت تدريب، والمشروع بتاعك مثلا بتاع التخرج كان كذا، وتعرف برنامج كذا، واشتغلت في كذا وكذا وكذا. فدي برضه حاجات هم بياخدوها في عين الاعتبار، ما بيبقاش حاجه مركزين عليها. وبرضه في نفس الوقت انت بيتم مقارنتك مع زمايلك اللي مقدمين معاك، يعني هم مثلا عايزين عدد معين يقبلوه، فقدم بيبقى في رينج مثلا للطلبه اللي مقدمين بعدد معين بالتفاوت بتاع كل طالب للتاني، فهم بيقيموا على الاساس ده. فانت بتبقى منافستك مع زمايلك اللي انت مقدم برضو معاهم، فدي برضو بتبقى حاجه موجوده برضو في الحسبان. وبعد كده بيبدا يتكلم شويه عن المنحه. طيب لو انت اتقبلت في المنحه بتاعت الاراسموس، اول حاجه اتقبلت في الفيوجن بروجرام، بعد كده جات لك المنحه وقالوا لك ان انت اتقبلت في المنحه. المنحه بكل بساطه هم بيدوا للطالب 1000 يورو في الشهر. خد ال 1000 يورو، سكنك، اكلك، شربك، لبسك، مواصلاتك، كل حاجه دي عليك. هو انت خدت الفلوس وانت تصرف. هو في تذكره الطيران بتبقى عليك، انك انت مثلا احنا في مصر عشان نسافر البلد في اوروبا، كانت اسبانيا، المانيا، فرنسا، تذكره الطيران ديت بتبقى عليك، وراجع برضه تذكره الطيران دي عليك. اول شهر غالبا بيبقى بيتاخروا فيه شويه على اجراءات التسجيل بتاعه الطلبه، وان الجامعه المنظمه اللي هي جامعه اكس مارسيليا في فرنسا، كانت الجامعه المنظمه للفيوجن اي بي بروجرام في الاول كانت جامعه جنت في بلجيكا،
ودلوقتي بقى لهم فتره كذا سنه الجامعه المنظمه هي جامعه اكس مارسيليا في فرنسا. فعلى ما كل الطلبه يوصلوا ويسجلوا اساميهم وكل الجامعات تبعت لجامعه اكس مارسيليا في فرنسا ان الطلبه كلهم وصلوا عشان يعملوا بعد كده يعملوا لك حساب بنكي ويبعته لك. يعني المفوضيه الاوروبيه للتعليم بتاخد الفند بتديه للاراسموس، الاراسموس بتديه للجامعه المنظمه، الجامعه المنظمه بتبعته لك على الحساب اللي هي جامعه اكس مارسيليا. يعني الفلوس لو انت اتقبلت في المنحه ان شاء الله الفلوس اللي هتاخدها هتبقى من اكس مارسيليا، يعني هم يبعتوها لك على طول على الحساب، الحساب البنكي بتاعك. فعلى كل اللي قبل ما تحصل اول شهر يكون معاك الفلوس سكن واكل ومعيشه ومواصلات بتاعت اول شهر. يعني هم حتى كاتبين في الايميل اللي هم بعته لي ممكن يتاخروا اول نص تسعه او ممكن اخده مع شهر 10، اللي هو اخد شهر مرتب شهر 10 و9 مع بعض. فتكون برضه عامل حسابك في الحاجات ديت من ناحيه الفلوس برضه. ديت البارتنرز زي ما قلت لكم جامعه اكس مارسيليا هي هي الجامعه المنظمه ديت الجامعات الرئيسيه. لو انت مثلا عايز تشوف الجامعات الحاجات المعامل والجامعات المرتبطه برضو بالجامعات الاساسيه، يعني ديت الجامعات اللي يبقى فيها كل المحاضرات ويبقى فيها الماجستير بتاع الكل. الجامعات والمعامل ديت المشتركه معاهم ديت مثلا لو مثلا مشروع الماجستير، مشروع الماجستير مثلا لو تاني سنه في المانيا في بيبقى في معملين ممكن تعمل فيهم مشروع الماجستير بتاعك، يبقى تبع معمل فيهم واحد فيهم تبع جامعه تانية خالص كي اي تي كروسون انستيتيوت اوف تكنولوجي في المانيا. فمش شرط انك انت عشان رحت للجامعات دول يبقى مشروع الماجستير بتاعك له علاقه بالجامعات دول، لا. كل يعني مثلا اسبانيا في ثلاث جامعات تانيين، في جامعتين تانيين بوليتكنيك في مدريد واتونوما في مدريد برضو، ممكن تعمل مشروع ماجستير بتاعك يكون زي يعني يكون مشروع ماجستير بتاعك مرتبط بالجامعتين، في جامعه بوليتكنيك في مدريد مع الجامعه اللي هي مثلا كومبليتنسي او كارلوس، فيكون مشروع ماجستير بتاعك في الجامعتين دول مع دكاتره هنا وتستخدم المعامل اللي موجودين في الجامعتين. وزي ما قلت لكم بتروح تدريب في ايتر، فهم كاتبين كل الجامعات وكل المؤسسات، وحتى في حاجات في الصين بس انا ما اعرفش والله يعني بيبقى ليك علاقه بالمعامل والجامعات اللي في الصين ازاي. بشمهندس ايمن معاك 10 دقائق. تمام. طيب نخش ما عادش غير 10 دقائق نخش في الابلكيشن. اول حاجه هتعملها تعمل ريجستر طبعا، علشان لو جيت تعمل ريجستر كده هيجي يقول لك هيطلع الرساله ديت ان مفيش تقديم اتفتح لسه عشان تعمل تسجل عليه. اخر تدريب ديت كل الحاجات بتاعت السنين اللي فاتت، يعني مثلا سنه 2021 11 2021 من يوم كذا لساعه كذا لساعه كذا، دي كل بتاعت السنين اللي فاتت برضو. في بعض الاحيان ساعات بيفتحوها في شهر 5، بس ديت بتبقى زي ما تقولوا ظروف خاصه ان الواحد يكون يتقبل وحصل. مش عارف والله موضوع شهر 5 دوت كويس قوي، بس هم كاتبين ان ساعات التقديم بيفتح في شهر 5 ياخدوا بقيه الطلبه اللي هو لو عملت تظلم او حاجه ممكن تروح تاني. طيب في الاول خلينا نشوف اللي هو لو انا عامل حساب عندهم اصلا بالفعل وعليه كل حاجه، عاوز اوريكم شكل الابلكيشن اللي انت المفروض تملاها. هي هم عاملين زي ما بتقول تسلسل بس مش شرط بالترتيب، المهم اللي تدخله يعني هم عندهم كل الحاجات اللي المفروض تدخلها وتكون مالتها. مش شرط تكون تملى دي قبل دي، لا ممكن تملى الاكسبيرينس قبل بيرسونال ديتيلز كده كده بتتملى في الاول قبل ما تعمل الدبلومه مثلا على ما تطلع الشهاده من الجامعه وتصورها وتحطهم، وعلى ما تاخد مثلا الامتحان والنتيجه الظهر بتاع الامتحان الانجليزي سوايلس او توفل. وفي حاجه مهمه البرزنتيشن فيديو، يعني انا اول ما بدات الابلكيشن اول حاجه اللي هو
عايزين البرزنتيشن فيديو يا دوب دقيقة تعرف فيه نفسك. ده كان شكل وقعدت كنت قاعد في الصالة، قعدت ساعتين عشان أطلع أقل من دقيقة عشان الفيديو دوت، قلت فيه اسمي خريج جامعة كذا بتقدير كذا ومهتم بالمجال البلازما وخصوصا كومبيتيشنال، وعشان كده أنا مهتم إن أنا أقدم. بس يعني ده كان مجرد الفيديو التعريفي، أعمل فيديو تعريفي سواء مثلا برنامج أو غيره، أي برنامج إن شاء الله يكون برنامج الفيديو اللي على اللاب لو عندك، سجل وارفعه عادي يعني، ارفعه، انا رفعته على جوجل درايف وحطيت اللينك بتاعه هنا. في الاول هتخش تتم الحاجات التعريفيه بتاعتك والمدينه وكل حاجه، ومحتاج ريكومنديشن ليترز ثلاثه، اثنين لازم يكون على الاقل اثنين، الثالث يفضل. في يعني حاجه طويله شويه في البرزنتيشن في الابلكيشن ديت، اللي هو مقسمين الباكالوريوس كورس، اللي هو بتكتب اسم كل كورس وتكتب وصف للكورس نفسه وجبت فيه كام، فهم كانوا عايزين جبت فيه كام يعني مثلا هنا الكورس ماثماتكس 3 كتبت التيبل كونتنت بتاعه ده، خدتها من السيلابس اللي هتلاقوا تبع كل جامعه، هتلاقوا فيه السيلابس بكل ماده بشرح المفروض الماده دي يكون تاخد فيها 1 2 3، فديت هتلاقيها في الجامعه بتاعتك عادي. ورفعت البي دي اف على الجوجل درايف وبعت لهم اللينك بتاع جوجل درايف في كل على كل ماده وعدد الساعات بتاعت الماده ديت، وهو هنا كانوا عايزين السكور. طيب انا خريج جامعه اسكندريه، هندسه اسكندريه، الكليه ما بتطلعش النسبه المئويه، بتطلع انت جايب امتياز يا جيد جدا يا كذا، مش جايب كام في الميه. فانا يعني حاولت اشوف تقريبا انا فاكر في الماده دي كنت جايب كذا، لا يعني الامتياز بتاعها مثلا الامتياز معروف من 85 لحد لحد 100%، فلا ديت حاجه فيها كويس قوي ممكن عادي 90، لا ديت اقل يعني بالتقريب تقريبا يعني ديت السكور اللي انا دخلتها ما كانش اكزاكت قوي، كانت بالتقريب. اول سنتين كانوا اكزاكت عشان عرفت طلع بيان درجات مش بالتقدير، ومنعوها اخر سنتين، فاول سنتين هم اللي كانوا مظبوطين، بعد كده كانت بقت بالتقريب. فدي هتضطر تملاها، دي هتاخد منك شويه وقت، دي اكتر حاجه متعبه في الابلكيشن. ومثلا تتكلم عن الاكسبيرينس بتاعتك، خدت تدريب في مكان معين، نشرت بيبر، ده يكون حاجه كويسه جدا. عندهم برضه خانه لو انت واخد ماجستير او لا، فلو مش واخد ماجستير فاضيه، العلامه اللي فيها اللي هي الماستر دبلومه، العلامه اللي فيها علامه تعجب ديت يفضل تكون موجودة، مش موجودة ما فيش مشاكل. والاختبارات بتاعت كل مادة ديت الريكومنديشن ليتر ثلاثة، وزي ما قلت لكم ديت كل حاجة. لو بعد مثلا عايز رفعت الدوكيمنت وعايز تشوفها تاني، وعايزين صورة ليك يعني في الآخر بعد ما تخلص الابلكيشن وتضغط سند خلاص سبميت كل حاجه، ده شكل الابلكيشن بتاعك المفروض يبقى موجود. يعني في حدود يجي بالنسبه لي كان طلع يجي 16 صفحه. انا اظن ان انا كده خلصت، لو حد عنده اي اسئله. شكرا جزيلا ايمن على البرزنتيشن الكويسه دي والاوفر فيو عن البرنامج ومتطلباته وكل حاجه. لو في حد من الحضور عنده اسئله ممكن يرفع ايده، وبعدين في حد رفع ايده، عبد الخالق، اتفضل عبد الخالق. اولا بشكر دكتور محمد عزت على الاستضافه دي يعني، والبشمهندس ايمن ربنا يوفقه يا رب السنتين الجايين يعني. انا كان بس عندي سؤال، كان السؤال الانترفيو بقى يعني، الانترفيو اتسالت في ايه وردوا عليك بعدها بقد ايه في الـ في الـ في الـ في القبول يعني، رد في القبول. انا قدمت في المنحه دي بس هم قالوا لي ما كانش لسه كل حاجه كانت كامله، كانش معايا التويفل او ايلتس، بس انا كنت بقدم بجرب بس بمشي في البروسس بتاعتهم عشان السنه الجايه اكون ايه جهزت ليها. فهم لما ردوا عليا قالوا لي انت ويتنج ليست بس سيلف فوند، وبعد لو حد بقى ما كانش كمل. المهم انا ما كملتش معاهم يعني، بس انا ما وصلتش لمرحله الانترفيو، فكنت عايز اعرف بقى بما ان حضرتك كملت، فكنت عايز اعرف ايه اللي تم يعني. تمام. بالنسبة لي ما كانش فيه انترفيو،
انا استنيت لحد هما كاتبين النتيجه المفروض تظهر في 3 اخر 3، عدى 3 كله وخلص ما فيش حاجه ظهرت. كنت انا داخل على اللينك بتاعهم وكونتاكت، بعت لهم سالتهم هو جايبين النتيجه هتظهر في اخر 3 ما فيش حاجه ظهرت، ايه الاحوال كده بتاع. فقالوا لي طيب معلش على التاخير بس استنى معانا لسه النتيجه ما ظهرتش. يوم ماشي خلال اسبوع 7 4 كانوا راضين، قالوا لي ان انا اتقبلت، بس قالوا لي ان انا اتقبلت بدون الفند. قالوا لي رد علينا في ماكسيمم اسبوع، هل انت ناوي تكمل مع ناوي تروح البرنامج بسيلف فاند ولا برضو لازم يبقى هم لازم محتاج المنحه، اللي هو انا ما معيش السيلف فاند دوت، ما معيش الفلوس ان انا ادفع 9000 يورو للشهرين زائد المصاريف، ولا خلاص انا مش عايز المنحه ديت ومش عايز مش هشترك في برنامج الماجستير دوت ولا لا. كان في 3 اختيارات دول، رديت عليهم انا مستوى متوسط وفرق السعر في العمله ديت مشكله، فانا مش هعرف اعمل سيلف فاند ليا. فقلت لهم فردوا عليا قالوا لي خلاص ماشي في مكان متاح ليك وخدت المنحه. فانا استنيت لحد اخر 3 وما كانش في انترفيو. تمام، يعني هم ردوا كده كده متأخر برضه، اه او ما ردوش، انت تواصلت معاهم؟ انا بعت لهم ايميل الاول اعرف النتيجه ايه، قالوا لي لسه يعني هم كاتبين ان هو النتيجه بتظهر اخر 3 بس هم ردوا في 7 4. تمام، شكرا. ايمان بلبع اعتقد عندها سؤال ولا كان الايد مرفوعه؟ ايوه انا كنت بس صوتي واضح؟ اه تمام. أنا كنت بس عايز أسأل، هو التقدير نفسه مهم؟ يعني لما يجي في الآخر يحب يختار من كذا واحد مقدم، التقدير نفسه مهم ولا النسبة المئوية؟ يعني مثلا لو أنا جايبة جيد بس أقل من جيد جدا بشوية في المية بصوت، فمش هتتحسب إنها جيد جدا، ده هيتحسب إن هو أنا جايبة جيد ولا جايبة حاجة و70؟ مش عارف بس أظن إن هي جايبة حاجة 70، لأن هما ماشيين بنظام الجي بي إيه، فاللي هو لو تعرفي تشوفي ال 70% دول يعادلهم قد ايه بالجي بي ايه. في هندسه اسكندريه كان عندنا عاملين لينك بكتب فيه تقدير كل ماده، وفي الاخر يعني هي حاجه مش رسمي ولكن الجامعه هي اللي عاملاها، كاتبين في الاخر انت تقديرك بالجي بي ايه النهائي كذا. فانا اظن ان هو بالجي بي ايه طيب يعني على 70% اللي هتحتسب يعني. تمام. طب هو حضرتك مثلا قدمت في كذا مكان غير المكان ده وفي الآخر اتقابلت هنا، ولا أنت قدمت هنا بس وكنت مستني تتقابل؟ لا قدمت على بي اتش دي في امريكا في جامعه بنسلفانيا، وكلمت الدكتور وكان كله تمام، بس زي ما قلت موضوع الانجليزي، موضوع الانجليزي هما في امريكا يعني ما عندهمش السماحيه فيه. يعني حتى واحد صاحبي قال لي لو انت عبقري وزي الفل وكل حاجه عندك تمام، بس هما مش عارفين يتواصلوا معاك، فدي هتبقى مشكله، وخصوصا ان هما نفسهم بيتكلموا انجليزي، فدي الانجليزي هو عندهم كل حاجه، فحتى ماشيين في كل حاجه. الجامعه نفسها هي اللي رافضه، يعني الدكتور ممكن يساعد ممكن يقول اه الطالب ده انا ريكومند ان هو يكون معايا كده، بس الشروط الاساسيه بتاعت الجامعه لازم تكون مستوفاه. طيب اخر سؤال خالص، لو انا مثلا في حاجه مهتمه ان انا اعمل فيها ماجستير بس مثلا خلفيتي عنها من ايام الكليه ما كانتش قد كده، يعني هم هيبداوا معايا من البدايه ولا هيكونوا مهتمين بان انا مثلا البلازما نفسها او الفيوجن لو انا ما درستش عنه في القسم كويس؟ هو انت جامعه ايه؟ انا هندسه نوويه اسكندريه. تمام. ناوي على ايه التخصص؟ لسه يعني لسه ما فيش اي حاجه معينه في دماغي. طيب زي ما قلت لك هما كاتبين اول سنه وتاني سنه ايه المواد بتاع كل جامعه هتدرسيها، يعني يعني مثلا في برضو اللي هو لو انت مثلا مش ناويه فيوجن او بلازما او كده، في البرنامج الماجستير التاني اللي هو بتاع النيوكلير نيوترونكس وكده، الجزء التاني للقسم عندنا. ايوه انا فاهمه انا فاهمه. لو انا مثلا كنت عايزه اقدم في البلازما بس انا المعلومات اللي انا عندي من ايام القسم مش كفايه ان انا اقدم، هم هيبداوا معايا من البدايه كطالب لسه عايز يتعلم صح؟ ايوه فاهمه. يعني كانوا دلوقتي عاملين جروب واتساب في الطلبه القديمه معانا، يعني اللي هو لسه هنروح،
فسالناهم ايه خلفيتكم عن الدكاتره وماشيين ازاي. في ناس كتير شكرت في الدكاتره بتوعهم وفي مواد معينه في جامعات محدده، وقالوا ان الدكتور بيفضل معاك لحد ما تفهم، يعني الناس متعاونه، يعني هو كدكتور وشغال في المنحه هو بيبقى مهتم ان كل طالب يكون يعني يتعلم كويس، بس برضه لازم يكون ايه اللي هو عندك الخلفيه الاساسيه الموجوده عندنا كلنا، اللي هو الكورس اللي احنا خدناه في الكليه يكون مفهوم بشكل كويس، يعني بحس ان هم هناك والرياضه وكده برضو بحس ان هم هناك يعرفوا يكملوا، بس انا شايف الخلفيه كويسه. تمام، شكرا. عفوا. دكتور محمد الصوت مقفول عند حضرتك. في اسئله في الشات. اول سؤال بيقول هل بيوفر تدريب لطلبه البكالوريوس ولا طلبه ماجستير بس؟ ده من هاجر، مش عارف هاجر موجوده ولا لا. طب هل هاجر موجوده دلوقتي؟ اعتقد موجوده. تمام. هو دوت برنامج، يعني برنامج ماجستير، يعني انت بتروح تاخد شهاده ماجستير. اللي هو لا ما اظنش، اللي هو لو قصدك ان هم مثلا بيعملوا تدريب صيفي لطلبه البكالوريوس كده، لا ما اظنش ان هم عندهم الفيوجن اي بي بروجرام، لا يعني اللي اعرفه ان هو التدريبات في الصيف اللي هم بيعملوها بتبقى لطلبه الماجستير، بس والله انا ما سالتهمش يعني ما اعرفش، يعني ما سالتهمش، بس ما اظنش. هو في نقطه مهمه، بما ان انا خريج البرنامج ده من كام سنه، كان في ناس ممكن لو انت اوريدي بتدرس ماجستير في بلدك ممكن تقدم على البرنامج وتعمل زي تشانل، يعني ممكن تكون اوريدي انت خدت سنه او حاجه من تمهيد الماجستير في مصر او كده، ممكن تكونتاكت ذيم وتابلاي فور 1 يير، فيبقى ده زي تشانل بروجرام بين الجامعه بتاعتك والجامعه هناك، بس ده طبعا برضو تكون انت في مرحله الماجستير. النقطه الثانيه برضو بخصوص البكالوريوس والماجستير، ان مهم الناس تبدا تقدم من وهي في سنه رابعه، يعني ما تستناش زي ما ايمن اتكلم قال ان انت عاوز تقدم في نوفمبر عشان بتروح في شهر 9 اللي بعده، فانت ممكن تقدم في الترم الاول بتاع سنه رابعه لو انت علوم، والترم الاول بتاع رابعه تخصص او خمسه هندسه، بتوع هندسه يضحكوا عليا، السنه الخامسه في هندسه، فتقدم في الترم الاول ده بحيث ان انت لو جالك قبول ان شاء الله ما يحصلش عندك جاب، تتخرج في شهر 7 اللي بعده تسافر على طول، فهو بيقيمك على السنين اللي قبل كده، ويعني مش هيبقى انت مثلا بقالك 3 ترمات ونص او 4 ترمات ونص في بقالك 3 سنين ونص او 4 سنين ونص بتجيب تقديرات عاليه وعندك سي في كويس وبتاع، هتيجي يعني على الترم الاخير هتبقى فهيديك زي قبول مشروط الى انك انت تنجح فتسافر على طول يعني. فدي اعتقد نقطه مهمه برضو. معلش انا اسف، هو كان في سؤال بس عن النقطه اللي حضرتك وضحتها. هو انا السنه دي فعلا انا قدمت تمهيدي، يعني مقدم تمهيد ماجستير بس نظري في جامعه القاهره، بس الفكره ان انا عندي التقديرات كلها في، يعني انا اكون معدي تقريبا يعني قليل قوي التقديرات، فانا اصلا مش عايز اذكره في اي حاجه اصلا، انا بقدم ليه ولا عادي؟ النقطة اللي أنا أثرتها إنه لو أنت نيتك إنك أنت تروح 1 year، يعني زي channel program، إنك أنت بتتواصل معاهم بالإيميل إن أنا الحالة بتاعتي special case وعايز آخد 1 year بس، فاهم قصدي؟ فأنت بس ده برضو based على إن أنت تكون بتعمل يعني الماسترز بتاعتك تكون لها علاقة مثلا بحاجة لها علاقة أو بلازما بالفيوجن بلازما أو كده، فاهمني؟ فدي حصلت في الـ في الـ في الـ في السنه بتاعتي، والسنه اللي قبل كان في 2 طلبه بهذا الشكل، يعني انا كانوا جاي من المكسيك حتى، ما كانش جاي من. احب اضيف حاجه برضو، لو قدمت بس لازم يكون خدت القبول الاول. الناس اللي واخده مثلا اللي هو زي ما دكتور محمد قال تكون تقدم في الترم الاول بتاع سنه رابعه، بحيث مثلا قبل ما تخش، الناس اللي ليها جيش، لو انت ليك جيش او كده وخدت القبول قبل ما تخش الجيش بتطلع ورقه تاجيل الجيش لحد ما تخلص الماجستير، بحيث انك مش شرط تخش الجيش الاول وبعد كده تقدم على المنحه. في ناس اللي هو لو خدت القبول قبل ما تخش الجيش ممكن تعمل تاجيل، فدي تبقى حاجه كويسه.
هو انا كنت واخد القبول، وكان قالوا لي ان انت ويتنج ليست، وكانوا حتى محتاجين برضو نفس الميل اللي جالك ده، قالوا لي انت محتاج ترد في خلال فتره ان هو انت هتبقى سيلف فوندد ولا ويتنج ليست. فانا قلت له ماشي يعني، اي انا قلت ان انا ممكن اجيب فوند من اي حته في كذا مؤسسه يعني، فما كنتش عارف. فرديت عليهم بعد كده ما ردوش، فاستنيت ما اعرفش بقى كانت النتيجه ايه، ما اعرفش المفروض ان انا ابعت لهم تاني اسالهم ولا اقول لهم ايه. هو انا الفكره ان انا الابلكيشن بتاعي لما كنت بقدم وقتها ما كانش كامل يعني، انا وقتها الريكومنديشن ليتر انا بعت واحد بس، الدكاتره الاثنين التانيين ما بعتوش، والتويفل ما كنتش لسه برضه خلصته. ف معنى ان هم ردوا عليك وقالوا لك انك انت اتقبلت في البروجرام، فديت يعني انت عديت مرحله، اللي هو انا اظن ان هم يعني قبلوا انك انت ممكن تكمل بقيه الابلكيشن قدام او كده، بس انا شايف ان انت عديت المرحله بتاعت القبول. فانا في رايي دايما ما تقطعش، لو هم تاخروا في الرد او كده خليك انت مثلا في المده اللي هم حاطينها ليها 7 ايام او كده، اسالهم تاني، اسالهم حتى قبل ما المده ما تخلص، يعني قبلها بيوم او يومين، بحيث ما تكونش زنقت نفسك. انا دايما مع لو اللي قدامك اتاخر في الرد، ممكن يكون مشغول، يمكن ما تتاخرش انت انك انت اللي تكلمه. فانا شايف لا، دايما انت اللي تكلمه. في هناخد تقريبا شفت ناس سأل عن السي في والموتيفيشن ليتر. السي في مجرد سي في عادي، في درجتك، خريج كذا، كورس، لو في تدريبات صيفي اخدتها. لو لحظة ممكن اوريكم السي في اللي انا، يعني شكل سي في عادي، مش حاجة سبيشال يعني، اللي هو واو قوي، لا مجرد سي في عادي يعني. والموتيفيشن ليتر اتكلمت في الاول ان انا دخلت المدرسة، مدرسة كذا، وكنت عايز اخش قسم بتاعي هندسة نووية علشان انا مهتم بالحاجات ديت، يعني مجرد اسئلة عادية يعني، اللي هو السي في والموتيفيشن ليتر العادي يعني، مش حاجة اللي هو الحاجة الصعبة. او في سؤال حد بيسأل ايه الفرق بين الجي ار اي جنرال والجي ار اي فيزيكس؟ الامتحان نفسه مختلف يعني. الجي ار اي جنرال اللي انا امتحنته جزء رياضة بسيط، هو حساب كمان يعني، ما فيهوش حتى تفاضل واحد، بس هي معتمد انك انت طريقة التفكير مش اكتر يعني، المجرد مش محتاج تفاضل، مش محتاج اي حاجة من الحاجات دي، اللي هو الثانوية العامة ممكن نحلها، بس طريقة التفكير في الأسئلة نفسها، الأسئلة كلها فيها شوية كده، اللي هو عايز يشوف طريقة تفكير البني آدم نفسه شكله عامل إزاي. بس ال وفي جزء كمان، جزء إنجليزي. جزء إنجليزي حاجتين، جزء رايتنج إنك أنت بتكتب، جزء الإنجليزي أنت بتكتب زي ما تقول باراجراف عن موضوعين، هو بيقول لك اتكلم عن الموضوع الفلاني، بتكتب باراجراف، وفي جزء تاني فيربال. الفيربال كله اخطر، والرياضه برضو اخطر. بس الفيربال يعني صعب شويه، الانجليزي بتاعه صعب، والمصطلحات والكلمات نفسها صعب. الجي ار اي فيزيكس بيبقى فيه اختبار رياضه، اختبار فيزيكس، اختبار كيمستري تقريبا، بس انا مش متذكر قوي ايه بالظبط، بس المستوى بتاعه بتاع الجي ار اي فيزيكس مختلف تماما عن المستوى بتاع الجي ار اي جنرال. سؤال تاني كان أحمد أمين رفع إيديه، بس مش عارف هو لسه موجود. أحمد أمين، أيوة لو سمحت، أنا كنت عايز أسأل، هو بنحصل منين مثلا على كورسات أو الامتحان مثلا بتاع الجي آر إي فيزيكس أو الجي آر إي جنرال ده؟ أنا ما خدتش كورسات، اللي هو الكتاب بتاع الشرح بتاعه، وفي تمارين بأسئلة بالحل بتاعها بطريقة الحل. الكتب موجودة يعني، هتلاقيها على النت كتير بتاعتي يعني. أنا جبت الكتاب، قعدت أحل الرياضة فيه كلها، قريت كل الشرح، قريت طرق الحل، ومرنت نفسي على الأسئلة بس، وحجزت الامتحان على النت ورحت امتحنت. ده كل الموضوع في بالنسبة للجاري يعني. الكتاب اللي هم عاملينه للشرح وللأسئلة ده أنا شايفه كويس، أنا عن نفسي ما خدتش أي كورس. اعتقد اضافه لموضوع الجي ار اي، ممكن طبعا الجي ار اي هتلاقي فيه موقع عليه كل حاجه، لكن في اعتقد ممكن تبدا من دليل الدراسات العليا بالخارج من مؤسسه علماء مصر، egyptscholars.org، ممكن هتلاقي فيه معلومات كتير، واعتقد فيه سيمينار، اذا حد عامل سيمينار على الجي ار اي والتويفل والايلتس
الامتحانات دي، واعتقد حتى بيقدموا منح للناس تاخد جي ار اي جي ار اي وتويفل وايلتس. لو انت بتقدم على منح فانت ممكن تفولو اب على الايجيبت سكولرز على الفيسبوك بيج او على الويب سايت. وبالنسبة لموضوع الفلوس برضو، تقريبا الامتحان اما امتحانته كان 3500 3600، والايلتس برضو كان 3800 تقريبا، حاجة كده في الحدود دي. فانا اظن المنحة تكون حاجة كويسة جدا. يعني في سؤال من حسام مصطفى، مش عارف حسام موجود ولا، بس هو كان بيقول على هل بتكون بالنسبه لموضوع القبول على المنحه، هل هي بتكون مموله منهم ولا احنا اللي بندفع 18000 يورو في السنه؟ عشان ما سمعتش الجزء ده، الناس اتخضت من 18000 يورو. لا، ما 18000 يورو في السنتين بس، ما يعني الخضه برضه ما راحتش، لسه الخضه كبيره برضه. لا، انت في الاول بتتقبل في المنحه، وبعد كده بتتقبل في اسف في البرنامج بتاع الماجستير الاول اللي هو الفيوجن اي بي بروجرام، مصر بروجرام، بتتقبل فيه. وبعد كده يجي لك المنحه، يا تدفع انت الفلوس. لو ما جاتلكش المنحه، يعني زي ما قلت، كان هم رد سالوني 3 اسئله، قالوا لي اختار واحده منهم، هتدفع انت الفلوس وتيجي، ولا انت محتاج المنحه، ولا خلاص مش عايز البرنامج. فانا قلت لهم لا، انا محتاج المنحه. كان ايميل صغير، اول حاجه اشكره ان هو رده، انك انت اتقبلت في البتاع، ان انت اتقبلت في البرنامج ماجستير، ويقول له لا انا عايز المنحه مثلا على حسب المناسب ليك. فهي 9000 في السنه يورو في السنه، واقل حاجه ممكن تعيش بيها في الشهر 750 يورو في الشهر. فانت محتاج 9000 في السنه و750 في الشهر لو على حسابك، يا اما المنحه هتدفع لك المصاريف بتاعه اللي هي 9000 يورو في السنه، وهتدفع لك 1000 يورو في الشهر. البرنامج ده تكملة للكلام ده فون سايمون، بيدفع 50000 يورو تقريبا للطالب في سنتين، فانت تصرف عليك 50000 يورو على حسب، يعني مبلغ يعني مظبوط. اعتقد ان احنا دلوقتي يعني لسه دقيقتين، لو في حد عنده سؤال سريع. مين؟ ايمان. ايمان اتفضلي. ايمان، لو انت عندك. هو يعني لما بيفند يعني هو مستفيد ايه في الاخر لما بيصرف عليك؟ ايه الفايده اللي هتعود له بقى؟ هو الشغل اللي احنا الموضوع ماجستير، انك بعد كده تكمل عندهم وتفيد عندهم في الصناعه. خلصت مثلا ماجستير، اشتغلت في شركه اظن يعني، او كملت بي اتش دي، الحاجات ديت اللي هو ايه، كسبوا عقل جديد، او كسبوا بني ادم بدل ما يدفعها في شركه في الصناعه شوف هيدفع كام، ولو دفعها في ماجستير او دكتوراه شوف هيدفع كام. فانا اظنهم بيحسبوها كده، وممكن دكتور محمد يزود يعني او يفيدنا اكتر في الموضوع. والله هو في فائدتين مباشرين للفند. اول حاجه هو بيأتراكت تالنتد بيبل اول اوفر ذا وورلد يعني، فدي حاجه كويسه ان هو بيجيب ناس متعلمه لحد ما كويس وشطار، فهو متاكد ان هو بمعنى اخر ان هو اوريدي لو انت جاي حتى من مصر فانت في بيئه تعليميه معينه، فانت عملت انجاز كويس انك جبت درجات كويسه وبقيت حد كويس وعامل سي في كويس وحد اكتيف، فهو عنده بليف ان هو لو حطك في بيئه افضل هتبقى انتاجيتك اكبر بكتير. دي نقطه. النقطه الثانيه انه الفيوجن اي بي بروجرام اصلا الهدف منه انه الريسيرش بتاع الفيوجن نيوكلير فيوجن بقاله سنين، من اكثر من 60 70 سنه، هو عاوز يطلع جيل سواء اللي هيطلعوا يكملوا في الاكاديميه في الباحثين او يكملوا في الصناعه يكون عندهم نوليدج صحيحه واحده من الناس الليدرز في النيوكلير فيوجن، فهم دول اللي هيليدوا البروجكتس دي في المستقبل. يعني الحاجه الثالثه ان هو انفستمنت وذن اليوروبيان يونيون، يعني كل حد هيجي يتعلم كويس في البرنامج ده وهيبقى كويس هو هيكون افاده زي ما كنت زي ما قال، سواء كان كمل في الصناعه او في الاكاديميا، فهو استثمار في البشر بشكل اخر يعني، بس مش اي بشر. مش عارف هل ممكن في عجالة أعرض شكل السي في بالموتيفيشن ليتر؟ ممكن في دقيقتين كده أعمل حاجة. سؤال، في حد بيسأل عمر وليد على رابط الفيديو. إن شاء الله الريكورد هيترفع بإذن الله خلال الأسبوع، واللينك هيكون موجود على الويب سايت. طيب، ده شكل السي في الأول اللي رايح ليه، وبعد كده
التقدير اللي جبته في الجامعه، ولو انت مثلا الشغل اللي عملته مثلا مشروع تخرج او نشرت بيبر او كده اكتبهم برضو، ده يبقى يكون كويس. والسكيلز بتعرف برامج ايه، لغات برمجه مختلفه تعرف تكتب على تعرف تستخدم وورد كويس، والاكسل ومايكروسوفت والاوفيس كله واللاتكس، ده يكون حاجات كويسه. في جوائز انت اخدتها، عمل تطوعي في تدريبات، ده برضو كله كله كويس. في ولغات البرمجه واللغات اللي انت بتعرف تتكلمها، العربي والانجليزي، فدول كان السي في. بالنسبه للموتيفيشن ليتر، في الاول اتكلمت بسرعه يعني، انا جبت كذا في الثانويه العامه فكنت عايز اخش القسم هندسه نوويه، بس بعد كده رحت حلوان بسبب التوزيع الجغرافي، بعد كده جبت في درجه، جبت درجه كويسه ورحت القسم. يعني اللي هو ايه، انا عندي هدف اللي هو عاوز اوصل له، احساس ان انا عندي هدف وماشي في الطريق ده. يعني انا تعبت عشان اوصل للهدف اللي انا عايزه، وعندي استعداد اتعب عشان اوصل للهدف اللي انتوا عايزينه برضو. انا اهم حاجه توصلوا الاحساس ده. وبعد كده اتكلم انك انت اخدت كورسات كذا، اتعلمت فيها برامج معينه، بتعرف تكتب لغات معينه. يعني مثلا مثلا انا اتكلمت اكتر عن الكمبيوتيشنال ساينس واللمس شويه ماتيريال، اتكلمت اشتغلت بالانسس سي اف دي، الحاجات دي برضو كويسه. يعني اللي هو ايه، انا ناوي على حاجه معينه وبالفعل مشيت فيها شويه، او على الاقل عندي خلفيه. انا لا، انا مش بقولوش ان انا واو ومخلص الدنيا، انا لو واو مش اروح ليه، لا انا خدت حاجات مبدئيه وشايف ان عندكم فرصه كويسه ان انا اكمل. واتكلمت برضو شويه عن مشروع التخرج، وخصوصا ان هو كان له علاقه بالفير رياكتور. هو صحيح كان ثيرمال هيدروليكس، ولكن كومبيتيشنال ثيرمال هيدروليكس في فيوجر رياكتور. وفي الاخر بتكلم ان منحه الماجستير ديت كويسه وفيها الامكانيات اللي ممكن تساعد. الموتيفيشن ليتر ديت انا شايف هي اللي انا كاتبها دي كويسه، بس هي مش كويسه عشان انا كتبتها، هي كويسه عشان انا كتبتها وبعتها لثلاثه اربعه يراجعوها. يعني هو بيقول لي لا دي عدلها، هو يعني ما كانش بيقولوا لي اكتب ايه، اوقف الشير سكرين تقريبا، اللي هو ما كانوش بيقولوا لي اكتب ايه او ما تكتبش ايه، هو كان بيقول لي الجمله دي عدلها، ممكن تغير الصيغه، اعمل دي. يعني تقريبا ديت بعد 20 مره تعديل. فدايما بنصح بعد ما تكتب في موتيفيشن ليتر، بعد ما تكتب سي في، اعرضه على زمايلك، اي دكاترتك، اساتذتك، زمايلك اللي معاك في نفس السنه، كل ده هيكون شيء كويس وهيساعد جدا يعني. وفي برضو علماء مصر عندهم ان انت لو كاتب الموتيفيشن ليتر ممكن تبعته لهم يراجعوه ويبعته لك تاني، وسي في برضو. والوقت يداهمنا، شكرا جدا يا ايمن على السيمينار الجميل والدسكشن الكويسه، وشكرا لكل الناس اللي سالت. وفي النهايه بحب افكركم ان شاء الله بعد اسبوعين من دلوقتي هيكون في معنا سيمينار هيقدمه الدكتور وليد توفيق، هو استاذ بالمعهد القومي لعلوم الليزر المتقدمه جامعه القاهره، هيتكلم عن بعض التطبيقات للليزر اندوسد بلازما سبكتروسكوبي في البايوميديكال والانفيرومنتال بوليوشن ابلكيشن. ان شاء الله تقدروا تعملوا سبسكرايب لي على الويب سايت، على الميلينج ليست، عشان يجي لكم ايميلات بالابكومينج ايفنتس على www.plasma.com/talks. وان شاء الله الريكورد بتاع السيمينار هيكون متاح خلال الاسبوع ده او الاسبوع القادم ان شاء الله على الويب سايت بتاع التوك، اللي هو egplasma.com/talks/free I guess. شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا لكم.